نعم أم زيد تفضلي. حياك الله تفضل. سيد اللي عندنا الأوراق اللي هم قبوري وعمري وخلاص أخواتي في ميتين ميتين. بني. تبغى صورة حلوة بدي أجمع لك يوم الجمعة ما تخلي ملائكة بالبيت على ستة شياطين بالبيت. يعني سبعة على الزمان على الصورة بعد. شكرا حياك الله أختي. هذه الأخت سامعة فد حجاية وكلمة أنه إذا كانت هناك صور في البيت فما تدخل الملائكة كلها شياطين. أختي الكريمة هذا الكلام اللي سمعته غلط، هذا الكلام سمعته ما إلى أصل. شنو الصور موجودة في مكان ملائكة ما تدخل شياطين تدخل؟ لا مو هالشكل. هذه بعض الأشياء مثل التماثيل، تماثيل اللي هي تشبه الأصنام، هذه في البيت مكروهة. تماثيل هذه الموجودة الآن لعابات انصحت، هاي اللعابات والدمى والأشياء، هذه تماثيل يعني تشبه الحيوانات والبشر، هذه الألعاب اللعابة والدمى وغيرها، هذه أختي يكره وجودها. لا أنه الصور، صور الموتى، صورة والدتي وصورة أبويا وصورة جدي، شنو الكلام هذا؟ ما له ربط؟ خلي الصور ماكو أي مشكلة. نعم وقت الصلاة، وقت الصلاة صلي في مكان اللي الصورة لا تكون أمامك، الصورة أمام المصلي مكروه، صورة وجودها أمام المصلي مكروه، أما تكون بالغرفة ما في مشكلة. نعم وليد تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا سؤالي أنا هذا السنة ما طايق، لأن قبل آخر ستة أيام صرت في راجعت الدكتور كان عندي حصل الكلى. نعم. في مراجعة الدكتور قال لي عندك وحدة من الكليات اللي هي منه ورقة يعني باقي كلى وحدة. باني. قال لي حاول تفطر عندك. فهاي السنة ما صمت أنا، شنو الحكم عليه؟ جربيت ما جربيت شنو؟ لا هاي السنة ما جربت بس قبلها لا جربت انا استمريت واخر ست ايام فطرت الدكتور سنة فاتت. يعني صمت العام العام الماضي صمت وما شفت اكو مشكلة واخر اخر ستة ايام الطبيب قال لك افطر ولا انت ما جيت حاسب مشكلة يعني؟ لا اكو الام عندي. خلنا راجع اشوف الكلياتي شنو وضعها، فلقيت وحدة من 20 وافطر يعني نهائيا عرفت وظيفتها وحده تشتغل. هالسنه اعرف هذه جاي تكرر سؤالك. اذا انت نعم. ما جربت هالسنه الصوم ولا شفت نفسك نعم. وانما انت بس عندك خوف، خوف شديد على صحتك وما صمت. نعم وعندي الام، اكو الام. على اي حال الله الله يعطيك العافيه ان شاء الله تعالى. ان كنت على اي حال ان كان الصوم مضر لك، إذا كان الصوم مضر إليك فيجوزك الإفطار وتنطي عن كل يوم 3 أرباع الكيلو فدية عن 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 كل يوم. إذا استمر عندك هذا العجز أو هذا المشكلة، أما إذا الله عافاك وصرت زين وأحسن إن شاء الله تقضيهن، إن شاء الله تقضيهن. إذا ما صرت على حال تدفع عن كل يوم 3 أرباع الكيلو طحين فدية. نعم نعم متصل أبو عباس تفضل. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك سيدي. سيدي عبد المرحم. نعم. وما تقدر تصوم. كم شهر عليها؟ هذا الطب الثالث إن شاء الله. الثالث. ليش ما تقدر تصوم؟ شوي يعني حالته. لعبان نفس. لعبان نفس. يعني انت مانعها لو هي ما تريد؟ لا لا ما مانعها. انت ما مانعها؟ هي تكون ما تقدر. ما تقدر. خير ان شاء الله، الله ان شاء الله يقومه بالسلامه ويقر عينك بالمولود الجديد ان شاء الله تعالى. الاخ ابو عباس سمعته يقول زوجتي حامل شهر الثالث ما تقدر تصوم. وقلت واقول وساقول ذلك ايضا في المستقبل انه نحن لا نقول ان هذا يقدر او لا يقدر.
هذا على حال مستطيع او ما مستطيع، مو يمنع، قضيه موضوع خارجي، موضوع الخارجي يعني الناس هم يتكفلونه. هي تقول ما اقدر اصوم، تقولي ما اقدر اصوم، انت وربك، مو يمنع، هي مو يمنع. اما تساليني الحمل، الحمل عذر شرعي لعدم الصوم؟ الجواب لا، الحمل مو عذر، المرض عذر. اذا الانسان مريض والمرض اللي يأثر بالصوم، اما الحمل مو عذر. لا، تقول سيدنا بس انا حامل تمرضت، الحمل مرضني، صار عندي دوران، صار عندي مدري ايش، صار كذا، خفقان، ما اعرف. الامر اليك، الامر اليك، انت اللي تحددي بينك وبين رب العالمين. فاقول ان كانت، يلا ابو عباس جوابك هذا، ان كانت زوجتك مريضه، مو لان حامل، لا لا، حامل ما يخصنا به، ان كانت زوجتك مريضه وغير قادره على الصيام فيجوز لها الافطار. الان تخابرني سيدنا ترى مو مريضه، اقول اخي اذا مو مريضه ليش تفطر؟ تقول لين حامل، اقول الحمل مو عذر. اذا عندها مشاكل صحيه، هاي المشاكل الصحيه هي المرض، اذا كانت هكذا فيجوز لها الافطار، والا فلا، والا فلا. نعم. الحاج طارق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم مولانا. حياكم الله حجي، تفضلوا. حياك الله حجي. الحج طارق يمكن صوته ما كان واضح، يقول انا مريض للسكر وسكري على حال يرتفع، وانا جربت اصوم صايم هذا الشهر 4 ايام، بس تدهور صحته ويجوع كثيرا ويصير عنده مشكله في ماذا، في الهبوط او في الارتفاع للسكر، فشنو اللي اسوي؟ حج مولانا اذا كان واقعا الصوم يضر صحتك ويؤذي عافيتك، وفي نفس الوقت الافطار يجعلك انت مسيطر على السكر في على حال عندك، فما في اشكال، تقدر تفطر وان شاء الله تعالى تقضي اذا الله عافاك من السكر. فانت معذور حجي اذا كان الصوم مضر لصحتك. نعم. ام احمد تفضلي.